يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ بالحديث الضعيف إذا كان يتعلق بالأذكار والأدعية؟ ذكر العلماء لذلك ضوابط، أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط: أولا أن لا يكون ضعفه شديدا، ثانيا أن يعمل به في الفضائل الأعمال ولا يبنى عليه حكم شرعي من تحليل أو تحريم، وإنما يعمل به في فضائل الأعمال وفي الوعظ والتذكير، لأنه يدخل تحت قاعدة، قاعدة في الوعظ وقاعدة في التذكير، وثالثا أن لا يجزم بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول جاء في الأثر، جاء في الحديث، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره بصيغة التمريض لا يذكره بصيغة الجزم. هذه الشروط يجوز العمل بالحديث الضعيف. نعم.